لكن الحمد لله كان عندنا تركيز من البدايه ان احنا عاوزين نحسم المباراه من البدايه. يمكن الحمد لله الراجل فاجئهم برضو اللي احنا نعمل ضغط عالي ونقدر نسجل هدف. يمكن بعد الهدف شويه استقبلنا هدفين، لكن اللي انت ترجع برضو وتسجل هدف اعتقد الحمد لله حاجه ايجابيه. خبرات طبعا اللعيبه بتكتسبها واحنا كجهاز بنكتسبها، ونتمنى ان شاء الله المباراه النهائيه بقى ان شاء الله تكون فرحه كبيره لجمهور النادي الاهلي. اعتقد اللعيبه مقدره كده وعارفه المسؤوليه ديت وعارفه اللي هم ان شاء الله يحققوا انجاز كبير تاريخي للنادي وليهم. فاعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا المباراه الجايه، ومستنيين دعم جمهورنا وان شاء الله نعمل اقصى حاجه عشان ان شاء الله نسعد جمهور النادي الاهلي باذن الله.